متتبعي قناة أنفاس باريس، من المهرجان اللي احتفظت على الاستمرارية ديال موضوع عقود طويلة، مهرجان الصلة الثقافي. اليوم هذا المهرجان هذا تنظم الدورة 42 وهي الدورة الخريفية لهذا المهرجان تاع الصلة. مدينة الصلة تعرفت بالمهرجان ديالها والمهرجان ديالها تعرف بمدينة الصلة. اليوم انطلقت الأشغال ديالو في دورة 42 كما قلنا، وحضرها مجموعة من المثقفين والسياسيين على أسم الوزير السابق ورئيس جامعة الصلة سي محمد بن عيسى، وأيضا وزير الثقافة والشؤون وزير الثقافة والشباب والتواصل. سي بن عيسى، اش اللي تيميز الدورة تاع الصلة لهذ السنة هذه، علما أنه تم تقسيم الدورتين، يعني وحدة دازت في الصيف وحدة دازت في الخير؟ أظن أن ما يميزها بدرجة الأولى أنها جزء منها ينظم في الخريف، لأن كل فعاليات مواسم أصيلة منذ 42 سنة كانت تنظم في الصيف. هذا العام نظرا لتراكم المواد والاهتمامات في المواسم المتوالية قررنا أن نقسم دورة إلى دورتين، دورة في الصيف وتهتم بالدرجة الأولى بالفنون التشكيلية عموما، ودورة في الخريف تهتم بالخصوص بندوات جامعة المعتمد بن عبد المفتوح. حضورنا اليوم في هذا اللقاء، اللقاء المهم بالنسبة للمغرب، لأنه منشأة أصيلة اليوم هو يعني عنده 22 سنة 42 سنة وبحد ذاته ولات عنده واحد الأهمية رمزية بالنسبة لقضايا السلام، قضايا الثقافية عبر العالم، أهمية الشخصيات لكي يكونوا في هذا المنشأة أصيلة. بالنسبة لي أنا كتعبر الرسالة اللي بغينا نوصلوها ليس فقط للقارة الإفريقية بل للعالم، بأن الثقافة لديها الدور في قضايا السلام. الثقافة عندها واحد رمزية مهمة باش تقرب الشعوب والآراء، فهذه اللقاءات نعتز بها احنا كقطاع الثقافة، الشباب والتواصل، لأن الشباب كذلك والتواصل لديه دور في تقارب الآراء والأفكار. وبحد ذاته يعني هاد النقاط كلها كيخلينا اليوم يعني تكون اول لقاء، اول خرجه لنا، وندعموا هاد المنتدى على الاقل معنويا. هذه الدوره متميزه اولا لانها استؤنفت بعد انقطاع السنه نتيجه لاستفحال هذه الجائحه التي مر بها العالم كله، وهي هذه السنه تتناول ايضا موضوعات متميزه سواء ما تعلق منها بالشراكه من المغرب العربي ومنطقه الساحل، وما يتعلق بالديمقراطية التمثيلية، وما يتعلق بموضوع النخب العربية، فهي دورة متميزة بمواضيعها ومتميزة أيضا بنوعية المشاركين فيها الذين هم بعض الشخصيات الفكرية والسياسية من الطراز الرفيع من العالم العربي والإفريقي.